بونجور 11، معكم مدام ماج. جسوي على باج 92، صفحة 92، يونيتي 5، الوحدة الخامسة، كومبريونسيون دو ليكري، استيعاب كتابي. نتذكر كانت الوحدة الخامسة بتدور حول ماذا؟ لاسترولوجي، علم الفلك. وان كومونس دايما نبدا بانه نقول كيسكون فوا، شو شايفين. طبعا مثل ما بقول دايما، الاستيعاب الكتابي اهم شيء بكل الوحده، لانه رح بالبكالوريا نشوف بالفحص، اول ما بنمسك ورقه الفحص بنشوف نص كتابي اللي هو كومبريونسيون اكريت. كيسكو فو فويي ايسي، شو شايفين؟ شيخ سيت باج بهالصفحه. موا جو فوا، ريغاردي بيان، جو فوا دي باراغراف، مقاطع avec des titres, مع عناوين. C'est un article. بيسألوني دايما quel est le type du texte, شو هو نوع النص، أو quel est la forme du texte, شو هو شكل النص. C'est un article. منين بعرف الأرتيكل؟ بيكون في العنوان titre، بيكون في مقطع صغير بالبداية بسميه شابو، بيكون هالمقطع هاد ريزوم لو تكست، بلخص الفكرة اللي بتدور حول هالنص المقال. إذا عندي تيتر وعندي بيتي تيتر، عناوين صغيرة قبل كل مقطع، هذا بيكون شكل الأرتيكل عبارة عن مقاطع. يعني على فان اون فوا لا سورس، وي لا سورس، ما في سورس، سقط سهون السورس، المصدر سقط سهو. المفروض يكون في هون اسم المصدر، مجازين، من وين متاخد هالمقال، مين هو كاتب المقال او من وين متاخد. المهم معلش، المهم تخيلوا انه في هون اسم للمصدر. اون فا ليغ لو تكست، ما راح اقرا كلياته، بنقرا مقطع مقطع ونشرحه مشان ما تناموا، لبين ما اخلص قراءه ما بلاقي حدا. Le titre, l'astrologie, une place entière dans notre vie. علم التنجيم هو مكان مهم، مكان كامل في حياتنا. Aujourd'hui, l'astrologie est présente bien plus qu'un phénomène de mode. Que ce soit sur Internet, dans des journaux ou à la radio, nous n'échappons pas à l'horoscope. Nous le lisons, nous l'entendons, et finalement, qu'on y croit ou non, on aime le lire. Il fait partie du quotidien de la plupart de la population. Et اليوم علم التنجيم حاضر موجود في حياتنا أكثر بكثير من أنه هو ظاهرة شكل موضة، يعني أنه كل العالم عم تلحق التنجيم. لا، هو موجود في حياتنا كتير، إن كان سواء كان على الإنترنت ولا بالجرايد ولا على الراديو، نحن ما بنخلي يفوتنا شيء يروح علينا من الطالع، يعني من نطالعه، يعني نقرأ أبراجنا، إن كان على الإنترنت أو بالجرايد أو بالراديو، فما بنخلي يفوتنا شيء، نقرأ برجنا أو منسمعه، وكمان صدقناه أو ما صدقناه منحب نقرأ. وأنا مع هالفكرة، صدقنا أو ما صدقنا منحب نقرأ، طبيعة الإنسان بحب يقرأ، يعني بتفائل. طبعا إذا في شيء يدعو للتفاؤل بهالكلام المكتوب بالبرج. ويشكل طبعا الأبراج، بتشكل هالتنجيم بشكل جزء من حياتنا اليومية، من أغلب كل السكان، أغلبية السكان بشكل جزء من حياته. Ce que disent les astrologues, شو بيقولوا المنجمين. خلينا نشوف هالمنجمون شو بيقولوا بالنسبة لشغلهم. هذا طبعا هذا شغلهم، تنشوف شو هو رأيهم، نقرأ ومنشرح. Les astrologues affirment qu'il existe une relation entre les astres et l'état d'âme de l'humain. L'astrologie est l'analyse de l'influence des astres sur le caractère des individus et sur les événements terrestres. Il est probablement la forme de divination la plus ancienne au monde. Les mouvements des planètes dominantes donnent aux astrologues des prédictions selon les signes des personnes.
L'observation des mouvements du Soleil, de la Lune et des planètes Mercure, Jupiter, Vénus a permis aux premiers astrologues de réaliser que les personnes nées à la même période de l'année ont de nombreux points communs, caractère et personnalité. Mais comment ça fonctionne? En astrologie, il existe 12 signes astrologiques, répartis entre 4 éléments, l'eau, le feu, le vent et la terre. C'est votre date de naissance qui définit votre signe astrologique, c'est-à-dire l'endroit où se trouvait le soleil sur la roue du zodiaque. Au moment où vous êtes venu au monde, chaque signe astrologique correspond également à une maison du zodiaque représentant les domaines de la vie. سؤال المنجمين قالوا يؤكد علماء التنجيم انه في علاقه بين النجوم وبين حاله الانسان النفسيه لتادام لتاد لما حالته بين حالته هو وضعه نفسيته طباعه. اذا علم التنجيم هو تحليل تأثير النجوم على طباع الأفراد وعلى الأحداث الأرضية. من هنيك لهون عم تحكموا فينا الكواكب والنجوم. ومن المحتمل كمان يعني قلنا أنه من المحتمل أنه شكل التنجيم التنبؤ قراءة الطالع هو أقدم شيء في العالم، هو علم طبعا يعني في ناس تقول عليه علم بس في ناس تقول لا إنه هو هالشكل هاد هو أقدم شيء في العالم من زمان، يعني قديم كل الناس بتشتغل عليه من زمان. حركة الكواكب المهيمنة طبعا كل برج من أبراجنا خاضع لكوكب من الكواكب، فحسب حركة الكواكب اللي هي مأثرة علينا بتأثر على كل برج، بتعطي لعلماء الفلك أو لعلماء التنجيم بتعطيهم تنبؤات بريديكسيون تنبؤات حسب برج كل شخص، بيشوفوا حركة الكواكب وبيشوفوا مدى تأثيرها اسمه بلانيت دومينانت. أنا هالكوكب هذا بيأثر على برجي أنا، بيأثر وهالبرج بيأثر على طبعي أنا، على نفسيتي أنا. مراقبة كمان مراقبة حركة أيوة هي قلناها هلا هون، مراقبة حركة الشمس وحركة القمر وحركة الكواكب مثل عطارد، ميركور، جوبيتر المشتري، فينوس والزهرة، هالثلاث كواكب مراقبة حركتهم. هالشي هذا أتاح للعلماء التنجيم الأوائل إنه يتأكدوا إنه الأشخاص اللي ولدانين بنفس الفترة من السنة لهم نفس الصفات المشتركة، طباع وشخصية. هيك هن عبوله. لكن كيف يعمل ذلك؟ كيف يصير هالشي هاد؟ قالوا انه في بعلم الفلك بعلم التنجيم في عنا 12 برج فلكي مقسمين بين اربع عناصر الطبيعة. بنعرف انه عناصر الطبيعة الاربعة هن الماء والنار والهواء والتراب. بقولوا هذا برجه ناري طبعا له مواصفات خاصة، هذا برجه ترابي، هذا برجه هوائي، كل واحد له خاضع برجه لنوع من العناصر. وتاريخ ميلادك هو اللي بيحدد برجك الفلكي، يعني المكان الموجود فيه الشمس على عجلة برج الكواكب. هالعجلة الأبراج فين موجودة الشمس في اللحظة اللي أنت جيت فيها على هالعالم. شوف شقد مهتمين بولادتك. إذا كل برج فلكي بيتناسب مع منزل من هالأبراج، بسموه المنازل، من هالمنزل من المنازل الأبراج اللي هي بتأثر على كل بتمثل كل مجالات الحياة. هذا رأي المنجمين. خلينا نشوف
رأي العلماء. شوف دايما العنوان هون سكوديز لي استرولوج، شو قالوا المنجمين. هلا هون لي سيانتيفيك ريفوت، هون ريفوت يعني ريفوز، العلماء رفضوا، برفضوا هالكلام. العلماء لي سيانتيفيك رجت لو فوندمون دو سيت ار، بور او سو ني كون اميزمون. لي بريديكسيون استرولوجيك ne font pas mieux que le hasard. Elles sont vagues et ambiguës. En plus, ne disposant pas de base rationnelle ni de preuves expérimentales et n'ayant aucun mécanisme justifiant l'influence astrale, l'astrologie est considérée alors une pseudo-science. Mais pourquoi l'astrologie fascine-t-elle tant? Pourquoi aime-t-on autant l'astrologie? طيب العلماء رفضوا، شو قالت العلماء؟ رفضوا العلماء أساس هذا الفن، معتبرين أنه هو نوع من الفن، هالنوع من التوجه، فرافضينه أساسا. بالنسبة لهم أنه التنجيم هو تسلية، أن أميزمون، تسلية. بينما علماء التنجيم بيقولوا لا، الكواكب تتحكم فينا بتاريخ بمولدنا، بتأثر على شخصيتنا حركة الكواكب. هون العلم بيرفض هالكلام، بيقول لا، هذا تسلية، والتنبؤات الفلكية ما بتصدق، يعني إذا كان زبطت فهي ليست سوى صدفة، بالصدفة صارت هيك زبطت، لأنه هي في الحقيقة غامضة مبهمة، يعني مبهمة يعني غير واضحة، غامضة. بالإضافة لهالشي هاد كمان عم بيقول ما بتستند على باز غاشونيل، ما بتستند على أسس عقلانية منطقية ولا على براهين تجريبية، لأنه العلم ما بيأمن إلا بالوقائع، وما في عنده أي آلية تبرر تأثير الأبراج. فبالنسبة لهم علم التنجيم هو علم مزيف زائف، بسودو يعني مستعار، علم مستعار يعني علم زائف مو حقيقة. طيب لكن لماذا علم التنجيم سحر الناس كل هالشي، ولماذا الناس بتحب كل هالشي علم التنجيم؟ هذا هنن عم يسألوا، رفضوا بس عم يسألوا. منشوف رأي البسيكولوج، هادو اللي عندهم الجواب قصير. البسيكولوج جوستيفي، هلا مو هادو اللي سألوا، طلعوا علماء اخصائيين نفس تحليل نفسي بيعللوا. شو بيعللوا؟ بيقولوا quand les gens sont stressés ils ont besoin de croire en quelque chose qui les rassure et l'astrologie répond vraiment à ce besoin, pas une science mais une béquille. قالوا تعليل الأخصائيين النفسيين، لما الناس بتكون متوترة بتكون بحاجة لأن تصدق أي شيء بيطمئنها، وهذا الكلام صح، وعلم التنجيم يلبي حقا هذه الحاجة. أنه ليس علما لكنه مثل العكاز، يعني نستند عليه استناد بكي، هي العكازة بس، يعني بقصدوا فيه إنه نستند عليه تنخفف من توترنا. Enfin, a dit Jumlet l'Khitam, conclusion, Akhiran, que l'on croit ou pas en l'astrologie, cette habitude occupe une place importante pour ceux et celles qui cherchent des réponses aux aléas de la vie. إذن إن كان صدقنا ولا ما صدقنا، آمنا اعتقدنا ولا ما اعتقدنا، بتضل هالعادة هاي عم تشغل مكانة مهمة بالنسبة لأولئك واللواتي عم يدوروا على إجابات على تقلبات الحياة الغير متوقعة. عليها هي تقلبات الحياة. دونك كيسكو نالي؟ أون لو أن أرتيكل، شو قرينا؟ قرينا مقالة. De quoi parle-t-il en Chouamiaki? De l'astrologie, en Alim Atanjim. Est-ce qu'on a lu une même opinion, un même point de vue, Arena Ra'i Wahid? Non. Nous avons lu, Arena, trois points de vue. Tlat Ujahat Nazar. Les points de vue de qui? Ujahat Nazar Min, les astrologues, Ma'ta'a l'astrologue, ou Ma'ta'a.
سافون للعلماء للسيانتيفيك، ومقطع للبسيكولوج للعلماء النفس. إذن ثلاث مقاطع، 3 بوان دو فيو افيك اون كونكلوزيون اي ان شابو كي ريزوم لو تيكست. رح وقف هون ومنكفي بالدرس الجاي لحتى نحل التمارين الباقية. يعني كانت معكم مدام ما، أوغوفوار، على الخشين فوا، باي باي.